السلام عليكم. الفيسبوك او شركه ميتا طلعت دلوقتي تقنيه جديده هتبقى موجوده في الصور كلها، ان انت اي صوره بترفعها هو اوتوماتيك بيعمل تقسيم للاجزاء، سيجمنت كل حاجه، بحيث ان هو يحدد مثلا دي سمك، ده شخص، ده مع سلاح، ده مع كذا، ده مع كذا. التقنيه دي هتنزل قريب جدا في الفيسبوك، اي صوره ترفعها اوتوماتيك هيبدا يحدد كل العناصر الموجوده فيها، حتى لو فيديو هو بيبدا يحلل كل عنصر في الفيديو في كل فريم بالشكل دوت. اكتشف ان في كتاب، اكتشف ان في شنطه، في كتب، في غساله هدوم، في ترابيزه، هيكتشف كل انواع الفاكهه اللي موجوده في الحقيبه ديت، بحيث ان انت ممكن ترفع اي صوره هو هيعمل لك وصف كامل لكل حاجه في الصوره، كل العناصر اللي موجوده. الصورة تبقى موجودة، تبدأ انها تتحلل وتبدأ يقول لك الأجزاء، كل جزء فيها هيبقى عبارة عن ايه.